القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهد الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، اليوم حلقتنا غير. اليوم جمعنا عدد من المعاقين، حوالي 35 حالة من المرضى المعاقين الذين هم بأمس الحاجة إلى من يقف معهم في هذه الظروف الصعبة. الحقيقة اليوم جبناهم إلى أحد المجمعات الطبية اللي يتوفر به أطباء أسنان وباطنية. اليوم جينا نوقف وياهم ونقدم لهم العلاجات والفحص الطبي اللي راح يتكفل به برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، طبعا اللي جبناهم كلهم أعمارهم من 7 سنوات إلى 15 سنة، والأخوة الأطباء بهذا المجمع الله إن شاء الله يوفقهم الخدمة الإنسانية. طبعا وفرونا هذا المجمع اللي اليوم هو على نفقة برنامج القلوب الرحيمة، ويأتي هذا بفضل الأخت الطيبة سهام من دولة الكويت. اليوم العلاجات والفحص الطبي وكامل ل 35 مريض تكفلت به الأخت سهام من دولة الكويت، وهناك أيضا 200 دولار مقدمة من معقيل من السعودية أيضا ضفناها لهذا المبلغ، راح أيضا للعلاجات والفحص، وإن شاء الله أيضا هناك هم مبالغ مالية راح نقدمها إلى 35 عائلة، يعني 35 مريض علاجهم على حسابنا وفحصهم على حسابنا، وأيضا نعطيهم مبلغ من المال، وذلك إحنا أيضا وفرنا باصات تنقلهم إلى أماكنهم. الكل جبناهم من أماكن تعبانة، من البيوت المتجاوز عليها، يعني الأراضي اللي متجاوز عليها وساكنين به، فما عندهم قدرة يشترون علاج ولا عندهم قدرة للفحص المجاني. شكرا بتقديرنا للأخ دكتور مصطفى والأخوة الباقين في هذا المجمع اللي أبدوا استعدادهم لمعاونة برنامج القلوب الرحيم. أعزائي المشاهدين، أترككم وهذه المشاهد من الفحص الطبي والعلاجات للمرضى المتواجدون معنا. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم،
فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج. بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح نتواصل مع عدد من الأخوات اللي يعانى معاناة كبيرة من المعاقين. السلام عليكم أختي. السلام عليكم. الحمد لله. والله شبيه هذا ابنك؟ والله عنده صرع وعنده خمول بالدماغ. أي جد عمره؟ عمره 3 سنين. 3 سنوات. أي لا يأكل لا يمشي. حالتك المادية زينة ولا تعبانة كلش؟ لا والله تعبانة الحالة المادية. زين ما تقدري تراجعين بيه أطباء مو؟ أي والله هسه تخربط عدي وما قدرت أوديه يعني الدكتور. اليوم بهذا المجمع ان شاء الله راح يفحصوه وراح ايضا يقدموا لك العلاج وراح يجرون له اللازم. زين الله يوديكم ان شاء الله. الله يوديكم. دعواتك حجيه سهام من دوله الكويت والاخت ام عقيل من السعوديه. ان شاء الله الله يرضى عليهم بجاه الحسين ويوفقهم ويشكر على هذا الجهود. الله يوديكم. الله يبارك فيك. القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين، الأم اللي طبعا معانا ابنها اللي ما عندها مبالغ مالية تجيبها للأطباء، فالآن قاعد يجرون للازم فحوصات. ايش صار لك ما مراجعة بيه طبيب؟ والله صار لي هواي تقريبا شهرين. اي يعني كل شيء 4 أشهر 5 أشهر ودي الدكتور هسه ما عندي وقعدت صار في حال. حتى يخاف هو من اي يخاف من الدكتور. ان شاء الله هسه راح يجرون للازم ويعطونك العلاج ان شاء الله، وما يصير الا خاطرك طيب وان شاء الله صحه وسلامه. بسم الله والديكم الله يوفقكم ان شاء الله ويشكر على هذا الجهود. أعزائي المشاهدين، من مجمع الغدير الطبي اليوم كانت وقفتنا مع الأخوة الأطباء والصيادلة، طبعا شكرا وتقديرنا لهم بذلوا جهود خيرة من أجل فحص المعاقين اللي جبناهم 35 حالة. الآن معي دكتور مصطفى مسؤول المجمع. دكتورنا السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أستاذ قاسم. برنامج قلوب رحيم، احنا نشكركم على الجهود اللي بذلتوها اليوم. الله يحفظكم لا تدللون أستاذ قاسم. بعد ما اجريت الفحوصات والاخوه الاطباء وطبيب الاسنان اللي متواجدين معنا بالمجمع، ايش وجدتوا عند الاطفال؟ والله معظم الاطفال احنا اجرينا تحاليل اوليه لهم وفحوصات اوليه، فلقينا عندهم كلهم ضمور بالدماغ وحالتهم جدا صعبه يعني. فوجهنا لهم بعض الفيتامينات والادويه اللي هي مقويه للاميونيتي سيستم مالتهم للمناعه مالتهم، فاحنا نحاول يعني قدر الامكان انه نطلع بنتيجه مرضيه ان شاء الله. طبعا هم كلهم شلل رباعي وضمور بالدماغ اي مثل ما قلنا لكم، هم عندهم شلل رباعي وضمور بالدماغ وان شاء الله الحاله. اليوم الادويه اللي منشاها يعني رصين الريد، لان هم خطيه ما عندهم مبالغ يشترون ان شاء الله. فان شاء الله وفرتونا العلاجات، وفرناها لكم ان شاء الله وتدللون. الله يبارك فيك. الله يحفظك ان شاء الله. صراحه انتم طبعا كل واحد اخذتوا اسمه وتفاصيل عنه وعمره، العلاج يلائم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيكم، نتمنى لكم الخير. الله يحفظكم. تدللون. القلوب الرحيمة
برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هباء. القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع العلاجات اللي وزعناها على المرضى اللي متواجدين معنا، وأيضا اليوم ضيف عزيز على برنامج قلوب الرحيمة، وأيضا راح يشارك فريق العمل اللي أجرى الفحوصات وأنطى العلاج هو الدكتور أمجد السماحي. طبعا دكتور أمجد اختصاص الأمراض المفاصل والعظام والروماتيز، فأهلا وسهلا بك دكتور في برنامج قلوب الرحيمة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. حياك الله يا دكتور. دكتور بدي أسألك، يعني شوف هاي الحالات اللي شفتها أمامك وطلعت عليها، شنو تعليقك على هاي الحالات، وشنو اللي إحنا بفصل الشتاء شلون نقدر نحافظ على الأطفال؟ طبعا هم يحتاجون إلى متابعة دورية، يعني فحوصات أمراض. طبعا هم أكثر شيء عندهم العوق، يعني الولادي، يعني هاي من الأمراض الوراثية تعتبر على حسب مدى أشوفهم. يحتاجون فحوصات كثيرة، بس أهمها هي أن يكون يا ريت توفرون مثلا أمراض الدم تحديدا، يعني يعني تفاصيل مثلا الأشياء الوراثية كذا. وطبعا يحتاجون بهالحالات يصير عندهم مشاكل بالمفاصل عموما، يعني خاصة الجهاز العمود الفقري والجهاز العصبي، بين فترة وفترة يعني على الأقل كل 6 أشهر تحتاجون إلى فحوصات دورية شاملة. طبعا هم دكتور احنا ليش جبناهم؟ هم ما عندهم مبالغ يروحون للأطباء، كلهم عوائل فقيرة. يحتاج توفير يعني مثلا إما دعم يعني مثلا منظمة أو الدولة المفروض حكومة أو مراكز متخصصة يسووهم يعني. واحنا إن شاء الله بقدر الإمكان. المشكلة اللي يصير عندهم، أنت في بداية حديثك قلت هو وراثي، فعلا هو وراثي، يعني هذا اللي تزوج بتعمه، فاغلبهم يقولوا احنا فاعصين. يعني هل الفحوصات اللي موجوده بدوائر الصحه يعني ما يعطي نتيجه صحيحه، ولا العلاقات تخليها؟ لا، هي اكو شغلات جديده تظهر بالعقد الاخير. نعم. من الزمن يعني، وانا طبعا عندي تخصص دقيق ايضا يعني اكاديمي الهندسه الوراثيه، فاعرف ان هذه الامور دي يصير الغذاء مهجن جينيا، يعني من حليب، خاصة الحليب الجاهز، من المصادر اللحوم أيضا يسبب العوائل. كل هذا بمرور الوقت، يعني مثلا لاحظنا نسبة التوحد ظهرت بآخر عقد التسعينيات. بالضبط، صحيح. فأبحاث كثيرة تشير إلى أنه لربما هو خلل جيني، بس أنا حسب ممارستي وخبرتي دا لاحظ أنه هاي العوائل اللي دي يصير عندهم هذه النوع من التخلف الوراثي والأمراض الجينية، هم عادة عندهم سوء النظام الغذائي، يعني تحديدا يعني شوف أنه نادر تكون بعض الأمراض الوراثية عند العوائل المتمكنة ماديا ونوع الغذاء ماله. مثل الدكتور الفقير، يعني الفقيرة لاحظ انه نوع الغذاء مالهم سيء، ما طبعا هذا السبب ممكن. اعزائي المشاهدين، شكرنا وتقديرنا لدكتور امجد اللي وافانا بالتفاصيل عن مرض العوق، وشرح اسبابه، وشرح ايضا كيف من العائله ان تهتم بطفلها بغذائه
ايضا طالب الحكومه بتوفير مراكز تليق بالعوق، وايضا تخص الجمله العصبيه والعوق والتاهيل الطبي. اعزائي المشاهدين، طبعا سنقوم ايضا هناك مبلغ مالي ايضا راح نقدمه للعوائل، لكن راح نروح فاصل ونقدم هذا المبلغ للعوائل المتواجده معنا، وشكرنا وتقديرنا للاخت سهام من دوله الكويت والاخت ام عقيل من السعوديه. دعواتكم لها بالخير والصحه والتوفيق اليوم اللي وفرت هذه الاجواء في هذا المجمع الطبي لشراء العلاج وفحص المرضى، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وأيضا راح نغادر المجمع، والباصات راح تنقلهم إلى أماكنهم، طبعا كلهم من أماكن فقيرة وبعيدة اللي جمعناهم واحد واحد واللي جبناهم هذا المجمع. شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا من الأخوة الأطباء اللي اليوم اللي حضروا معنا، من طبيب أسنان وطبيب باطنية وأيضا طبيب المفاصل دكتور أمجد اللي شرح بما فيه الكفاية عن مرض العوق والحاجات اللي يحتاجها المريض في العوق. الآن أيضا هناك مبلغ مالي لهذه المجموعة راح نقدمه إلى أحد الأخوة المتطوعات اللي جمعا أخواتي فتوزع عليها إن شاء الله. هذه أمانة أختنا أم علي، أول مرة نقول إن شاء الله يساعدك. السلام عليكم، أهلا وسهلا محمد، حياك الله أم علي. هاي العوائل اللي جمعتوها اليوم اللي جبتوها، ودائما أنتم تجمعون هذه العوائل، نعم، احكي لي عن واقعهم، مسكنهم، مأكلهم. والله هي عوائل كلش فقيرة، ويعني بيوتهم متضررة، نعم، ومكاناتهم كلش بعيدة، ويعني حالاتهم كلش مأساة، يعني لاعتهم. انت سمعت الدكتور ايش قال؟ الدكتور يقول ايضا حتى الغذاء يسبب العوق، سوء التغذية. نعم، هم يعني كلش ما عندهم استطاعة يروحون للدكتور. يعني مو فقط يعني نقول جينات هاي مزوجة من عمها والفحص، احنا نسيله يقول والله سوينا فحص. فحص يطلع الدم متطابق يعني سلبي وماكو، يعني فيصير سالب موجب، يعني الناس كلها ماشيه يعني ما عندهم شيء بالفحص. هي كلها ناس متضرره. فايضا الدكتور هسه طالع معلومه قال سوء الغذاء والحروف اليورانيوم المنظف، وايضا الغذاء ايضا هم تعرفين هذا يوفرون له كيمياوي، يوفرون له مواد، فايضا ياثر على الجنين. نعم، واغلب الاطفال، اغلب الاطفال يعني من العوائل كلش الفقيره والايتام. طبعاً شريحة الأيتام والفقراء هم كلهم هذول يعني، وما عندهم استطاعة يروحون للطبيب ولا عندهم استطاعة يعني يغذون أطفالهم. نشكرك أم علي، والله يعطيك الصحة والعافية، ما قصرت إن شاء الله. أشكرك. طبعاً هذا المبلغ من سهام من دولة الكويت والأخت أم عقيل من السعودية. أم عقيل قلنا عندها 200 دولار، ضفناها على هذا المبلغ اللي كفانا علاجات أزيد من 35 حالة، وأيضاً هاي المبالغ كل عائلة تعطينهم هذا المبلغ اللي زاد، وأيضاً سيارات. نشكرك على هاي الجمعه اللي باصاتها، والشكر اللي يعني اللي ساهم بهذا البرنامج، الشكر الجزيل له. الله يبارك فيك. الله يبارك بكم ويبارك، اشكرك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، تفضلوا وزعي هنا على الاخوات. اعزائي المشاهدين، شكرنا وتقديرنا لاختنا سهام الطيبه من دوله الكويت والاخت ام عقيل من السعوديه اليوم اللي اسعدت هذه العوائل واللي قدمنا لهم العلاج والفحوصات. نتمنى الكثير من الاخوه الميسورين ان يساهموا في برنامج القلوب الرحيمه ويقدمون الدعم والإسناد إلى هذا البرنامج. مثل ما تشاهدون طبعا اليوم المجمع خاص بس إنه فحوصات وكله بالإجراء. إحنا نطمح أكثر، نريد نعمل أشعات، نريد أيضا نعمل عمليات، فاللي عنده استعداد يقدم لنا إلى برنامج القلوب الرحيمة ونقوم لهؤلاء الشريحة التعبانة بالواجب. نتمنى لكم الخير والتوفيق إن شاء الله. الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة فقط مخصصة للمساهمات، اللي يحب يساهم في برنامج القلوب الرحيمة ما عليه إلا أن يتصل على الأرقام اللي تظهر على الشاشة، ونحن سعداء جدا من الناس الطيبة اللي يقدمون المساعدة لبرنامج القلوب الرحيمة. إلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت،
ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. قلوب رحيمة نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964780100112 أو على الرقم التالي 00964770566646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964780500525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة.